السلام عليكم. صبروا على ظروف ثلاث سنوات من الحرب، كانت الحرب بالقرب منهم وكانت السنه نيرانها تصل اليهم على شكل ارتفاع في الاسعار وانقطاع في الرواتب وانعدام لفرص العمل، ومع ذلك استمروا في مقاومه ظروفها وواصلوا الصبر والحياه حتى داهمت الميليشيا قراهم، وعسكرت فوق الجبال المحيطه بهم، واصبحوا في مرمى اسلحتها. حينها وجدوا انفسهم في مازق ليس منه فكاك، فلا ذنب لهم ليتوبوا منه ولا خطا في رقابهم ليدفعوا ثمنه. تركوا منازلهم للريح مضطرين ونزحوا الى حي الجحمليه في تعز. وهو حي سبق للحرب ان اكلت اجمل ما فيه، وما يزال اهله نازحين من منازلهم، وصاروا نازحين يقطنون في منازل نازحين اخرين. قصه ام سعيد. وجيرانها من نازحي قرى العدنة شرق تعز نشاهدها في الدقائق التالية ثم نعود طردوا بنا ابني من البلاد طردوا عيالنا بقراشنا وكل من يملك سرنا بطمرنا هذا <applause> قال حرب والله دلعونا، شرحنا قرش حقنا، كسبها قباءة، أنا والله كم ما تاعنا، وشي يقولوا ما بتاعنا. ما ولا غنم بحق وفقر حقي. أما شي الآن، قسان من يومين، على قفالة، لا خرجنا ولا دخلين، أسينا كقليل قليل فرصة يوم خرجناهن، ما رجعن شبوت ولا خلوا لنا لا قليل ولا كثير يا ابني. نعب الله الستر على ربي وني أنا أسرتي من نحنا هذه وادي بيتكم من نحنا شردين لاقي ما سر نقع بيدي أنا قاك حنا إن شاء الله أطمار ويضرب يضرب يضرب رجعنا هربنا ودرناهم بالرصدة أدات بوتنا على قفارة حنا شنقيعها هالين نقعد دقوا بتين قالوا قوم يضربوا دقوق الدقوق في اي قريه انت؟ هنا في قريه الشعب 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 المنسي طيب والقرى المجاوره؟ باقي لوزان باقي عدنا باقي اركاب باقي السفيره باقي مشقاب، الشعابي السميدد خرجوا الناس كلهم كلهم خرجوا من, كلها من بيتهم بيتهم ولا فين اتجهوا؟ شيء يقوى هنا عندنا شي طعم مقلة شي مفراق شي شيء شاكو شي أحمد هزة علي أدنى يا ابني أدنى كحنا نقلا ما عندنا وصلهم. طيب كيف كنتم قبل ما يوصلوا الحوثيين اللي عندكم؟ <applause> كحنا ما بنا قنا اللي لا عليهم ما سرناش لا حنا ولا قريش انا ولا حقنا قنا ما يصلوش لعندنا الجبال لا مركزين لا ولا 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 أسكينا نفرط حاليا من هربت ما <applause> آه يقول يا بني وحيد أنا آه نجي أنا نسير أوه يا رب تأمننا يا رب تفرق الهم الغم يا بني نسير حتى باكر نرجع بيوتنا بيوتنا يا بني عشان نقدرش نعمير شكرا كده ور لي بيت من جده الناس هذول اللي قالوا <applause> دحين كلهم يا الله اش كمشي كم شي من تو شي الناس كلهم ما بقاش زفت سركو من جده الناس هذول ري بيت وهذا ما كل حصل كلها بيت لا ولا اللي حصل لك؟ لا زوج ولا معي معي ابن هذا الله لا شاقي ولا قي ولا زوج تولد بالشمس يفرق منك يا ما حتى حاجه تاكل الله يا ابني ما حصلنا شادي حصل هذا حين امراض حنا ما قدرناش ندير رواح رواح يا عيالي قاني شيبة ما قاوقع سكة قاني شيبة ما قاوقع سلاء الأمراض من الخوف احنا من الخوف الرقع سارنا ابني سيبنا قراشنا وأكلنا للصلاة دي أحلاك والله احلا والله أنه ذهبنا بين الألفين من مو كان نقول لك منا القارح والطائرة تهجم الكل ضرب من لا زيدنا كيف؟ انا نجي ايش سببكم ايش خرج خرج انا قال حتى الحوثيين جالسين نبقى داروا خلاص كل شيء زحمه على شيء كل شيء يضربوا على شيء خلاص هرقنا هربنا بروحنا واللي قهرنا بوتنا ناكل حاصل ونعش على الحاصل نحن ولا نموت بهذلوا يا بني بهذلوا ما عندهم شعار ولا مذهب الطفل مو عمل اما راه معمل نحن ما حناش لمعاداكم ولا معادكم لا شيء من الله يدونا قتلوا ما قتلوا تصوبوا ما تصوبوا مرضوا ما مرضوا وهذا اللي ساكن انا زوجتك في المستشفى عملوا له عمليه نوت الحين نوت تموت في حامل بتسامي وطايرة تضرب جهة الدنيا محروق حار كيف؟ كنتم عايشين آمنين في بيوتكم؟ ولا لنا أربع لنا أربع سنين هم أربع سنين يا ابني اللي ما دخل حرب أربع سنين اللي ما دخل حرب قال نقول لك المهم عايشين كأن احنا بقى زيادة دين الشهر هذا أسبوعين اللي زيادة لا نرقد ولا نهجع ولا نغمض ولا مخوفين طيب اين وديتوا حقكم المواشي ولا لا آه دعني الله يا ابني انه من 2000 كسب من 2000 معانا بقري اذرفنا بقريه الله اعلم أهل نلقم كل ساعه اتصالات نجي قال كلهم بالعموم عمود كم قيله ما نعمل هو ذا البلا ذا اكل من ما اللي يصير يشقي بها وروح بها الكيلو الطحين والله أنا بالكيلو يروحون من تحت حوبه برزقي ياما رزقي ما هذا ابن شقيقان يقول لك يا رحمة الله والثاني، لا سرح اسأل هذاك روح الحسن، روح الحسن روح الحسن, صبرنا على الحسن لقى له حبة تنطا سوا ذاك الكيلو الطحين ولا والنفر، ما صرناش ندخل كيسك يا سلام، ولا نص كيس، واضحة على على في الشيء هذا يصير أكاود كرد الحين ما فيش حد، الحسين حرقوا وسرقوا الله يا الله يا بني الله يا ابني الله يا ابني الله يا ابني الله يا, يا بني بالقوه بالقوه مبارك. يا بني بالقوه بالقوه لا ابو انسان عاب الله بالخاطي بالخاطي عدو جالس بيت اني معي عيال الان ضايعين على النهايه ما داري انه هربوا لنا عيال ابني عيال ابني بني الحين لا معانا شين ان الهب ولا سرق سرد بقى حصل اشياء حصاره لا قراشنا ولا عيالنا ولا ، ما أسموش اللوم ، أدو ينذر الناس يخرجوا ويخلصوا يشدوا ، ودار بيضربوا ألهامك يا بيت عبد الواحد قالوا هدموا دمي ، آآه ما بقا ذاهب راجعة دمي أما نفق <applause> بيوتنا نفق ماذا اللي كم الدنيا. قلنا احنا جالسين دم قرام سنتين دي ثلاثه إحنا كسافرين مسافرين للارض واحنا زحمه الزحمه عندنا الامر <applause> الخير الا بس الامر الخير الا اهل ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل خلونا خرجنا حافين <applause> حافين <applause> يا رب حافين <applause> ما متعونا شنو في الطمرنا قاك احنا شلينا قسنين كان أبي لو ذاك ودرناهم بالرصد والله يا ابني نحن ودرناهم قلنا يلا بروح أنا قلنا بر... ها؟ الآن شل السنة بالقوة كيف بي... هنا الآن. المعيشة هنا كيف؟ معيشة حل الدولة نقيرنا الآن لكن الدولة نقيرنا ما معانش عادو آلات نسأل بسم الله العظيم يا ما يفرج علينا والله يعزنا يا شيخ انا نسكا انا احسن من فوق الارض حمود هذا هي انا وابني بني قلنا لهم قلت لهم اني عجوز ما شخرجش اسيت الناس قلت له من برني لا ماتوا نسال الله الستر والله نسال الله الستر ما معانا شك بوتنا سرنا الطفيره لا قليل ولا كثير بطمر سرنا والله يا ربي ان معي ابن الان نام عش يومه. ليش قزم يسال ليش قزم يدور ما ديناش معانا احنا قزعنا ما تبعناش وبهذله ابني بهذله بهذله ديما ما قوقعاش كم عاشت هذه العجوز وكم شاهدت من ضروب الحياه وصراعاتها لكنها تقول وتكرر ان ما عاشته خلال ايام حرب الحوثيين على تعز لم يسبق لها ان شاهدت مثله وهذه ليست مبالغه ولا نتيجه نقص في الخبره بل حتى ان الامم المتحده قالت قبل يومين ان اليمن يشهد احدى اسوا الازمات الانسانيه في العالم وقالت المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين ان اكثر من 85 الف شخص قد شردوا منذ الاول من ديسمبر 2017 مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير سيكون معنا المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي للحديث عن قضيه النازحين في تعز تفضلوا بالبقاء معنا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام كما ارحب بضيفي من تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي مرحبا بك سيد ياسر اهلا بك بالساده المشاهدين مشاهدي قناه بلقيس الكرام سيد ياسر كيف ينظر القانون اليمني الى جريمه التهجير آه دعنا بداية نعرج على مسألة الأوضاع النازحين أو المهجرين في محافظة تعز سنعود لهذه النقطة لكن لو نبدأ من التو... التعز التي... لو نبدأ سيد ياسر من التوصيف القانوني ثم لدينا حديث طويل عن أوضاع النازحين الآن أوكي بالنسبة لموضوع التهجير في القانون اليمني لا يوجد في القانون اليمني ما ينظم مسألة التهجير ب بشكل دقيق او قوانين محدده او لكن بشكله الاجمالي موضوع او قانون العقوبات ذكر في احدى مواده موضوع مساله اخراج السكان من منازلهم بحاله فرديه في اعتبرت هذه المساله من جرائم الحرابه لكن هذا القانون او هذا الموضوع موضوع التهجير او موضوع النزوح والتشرد نظمه القانون الدولي بشكل دقيق ومحدد ونستطيع القول ان القانون الدولي ركز على هذه المساله لان المجتمع الدولي عانى من مساله النزوح والتشرد الى الحد الذي اقتنع فيه مشرعو العالم او الامم المتحده الى وضع عديد من الاتفاقيات او المواثيق او المعاهدات او عديد من النصوص التي نظمت مساله النزوح والتشرد او التهجير موضوع التهجير فيما إذا كانت أطراف النزاع تقوم به تقوم بهذا الفعل بفعل قسري أو بإرادة قهرية فإن هذه الجريمة ترقى إلى جرائم ترقى إلى جرائم حرب تحديدا أضف إلى أن مسألة النزوح والتشرد غالبا ما تتحمله كافة الأطراف القانون الدولي نظم إجراءات هذه المسألة فيما إذا اندلعت الشبكات او نزاع مسلح فان على اطراف النزاع ان ان يلتزموا بعدد من الاجراءات من بينها ترك الاعمال العدائيه او وقفها بين السكان المدنيين او قريبا من الاحياء والتجمعات المدنيه وهذا ما لم يحدث او لم تلتزم به اطراف النزاع في الجمهوريه اليمنيه وفي محافظه تعز تحديدا القانون الدولي ايضا جرم كل ما من شانه ارتكاب جرائم تؤدي الى النزوح او التشرد او التهجير القسري من بين ذلك من بين هذه الجرائم او اخطرها هو موضوع زراعه الغام او القصف العشوائي او كل او كل ما يؤدي بالسكان الى النزوح والتشرد وهو ما حدث في مدينه تعز او في محافظه تعز حين قامت جماعه الحوثي بزراعة كثير من المناطق السكنية والسكانية والتجمعات والأحياء بألغام فردية أو مضادة للدروع نعم. أودت بهؤلاء السكان حتما إلى النزوح أو إلى أو غالبا ما ما يسمى في هذه المسألة بالتهجير القسري لأن هذا الفعل بحد ذاته إذا السكان والإضرار بهم سواء بالقصف العشوائي سواء بزراعة الألغام فإن هذا الفعل بحد ذاته يؤدي إلى تهجير السكان قهرا وجبرا ودون رضاهم نعم إذا كيف يمكن وصف أوضاع النازحين الآن بعد تعرضهم لهذا التهجير محافظة تعز بشكل خاص الوضع الإنساني فيها متردي إلى أبعد حد أو إلى أقصى مدى فكثير من المنظمات الدولية توقفت عن تقديم اللغات التي كانت تعطيها للسكان فمثلا منظمه الصليب الاحمر اوقفت اعمالها هذا الاسبوع في مدينه تعز برنامج الغذاء العالمي اوقف اعماله في او او لنقل شريكه في الميدان اوقف توزيع المواد الغذائيه الى السكان هذا هذا الوضع الانساني للسكان العاديين ينعكس او او مفاق آه آه من الماساه لكن ما ما هي اسباب هذا التوقف سيد ياسر آه ما هي اسباب توقف هذه المنظمات عن تقديم خدماتها للسكان النازحين والمهجرين انا اتكلم عن عن توقف هذه المنظمات عن اعطاء السكان العاديين وليس المهجرين او النازحين منهم تحديدا نعم آه لاصل الى القول ان هذه المنظمات التي أوقفت أعمالها الإنسانية عن السكان والمخصصات الشهرية التي كانت تعطيهم إياها فهي حتما لا تعطي النازحين أو لا تعطيهم اهتماما فأوضاع النازحين في محافظة تعز وضع مأساوي وإنساني يندى له الجبين خصوصا مع فصل مع هذا الفصل فصل الشتاء في, في كل في كل في كل الفصول سيد ياسر في في سيد ياسر سيد ياسر النزوح والتهجير ويعني طرد الانسان من منزله امر سيء في كل الفصول هل هناك جهه حكوميه تقدم مساعده للنازحين او تهتم لامرهم او يعني معنيه بهم دعني اكمل فكره انه في في الاسبوعين الماضيين نزح مئات مئات الاسر والاف السكان هم مجموع هذه الاسر في من منطقه عدن مديريه صبر الموادم لا. هذه المنطقه التي نزح سكانها الى مناطق اشبه بالمناطق المدمره وهي مناطق القحمليه ومقليه وثعبات لا. نزح هؤلاء السكان الذين هم سكان منطقه عدن الى منازل سكان قد نزحوا سابقا، هذه المنازل لا تصلح للعيش، لا تصلح للسكن، لكنهم مضطرين لان يسكنوا فيها، لان يؤوا انفسهم واطفالهم. بالنسبه للمنظمات الحكوميه والدعم الحكومي، اقول ان ما يسمى باللجنه التنفيذيه للنازحين المشكله بقرار حكومي ابان حروب صعده هي مستمره بعملها حتى الان ومعين لها مدير تنفيذي بقرار حكومي قبل عده اشهر، هذه اللجنه لا نرى اعمالها ليس لها اي تواجد على الارض، كل ما يقدم للنازحين والمهجرين في مدينه تعز وفي في في المحافظه بشكل عام هو من المنظمات المحليه او المنظمات المحليه الشريكه لمنظمات دوليه أشكر في هذا الخصوص لمنظمة الهجرة الدولية هذه المنظمة الدولية الوحيدة التي تعتني بالنازحين أو اعتنت بالنازحين بجزء من النازحين في مديريات موزع والوازعية نعم. إضافة إلى المهجرين في منطقة المعافر أو الكدحة نعم. كل الدعم الحكومي أو دعم السلطة المحلية لهؤلاء النازحين للأسف غائب تماما لا يوجد اي اي دور حكومي لدعم هؤلاء النازحين لوائهم لتقديم ما يحتاجونه نعم من غذاء من مأوى من دواء من كل ما يحتاجه هؤلاء النازحين سيد ياسر سيد ياسر المحليه في سيد أيضا ياسر دو لو سمحت لي وانت تحدثنا عن توقف بعض المنظمات عن تقديم المساعدات للسكان بما فيهم النازحين كنت سالتك عن سبب توقف هذه الخدمات لبعض المنظمات ما هو السبب؟ نعم هناك اللجنة الدولية للصليب الاحمر قالت في بيان لها في محافظه تعز ان مسلحين اعتدوا على بعض كوادرها اودى هذا الاعتداء الى توقف نشاطها وهو توزيع الخبز لالاف الاسر اليمنيه في مدينه تعز اضافه الى ان برنامج الغذاء العالمي وهو نعم. البرنامج المدعوم للاسف الشديد من مركز الملك سلمان شريكه المحلي هنا في الميدان هي منظمة ميرسي كور هذه المنظمة بسبب إشكالات في التوزيع توقف توزيعها حتى اللحظة لقرابة ثلاثة أشهر لم يجد السكان في مدينة تعز أي دعم من هذه المنظمات خلال هذه الثلاثة الأشهر برنامج الغذاء العالمي يعرف بهذه الإشكالية ولم يقوم ولم يقوم بحلها ماذا عن السلطات ماذا عن السلطات المحلية, عن السلطات رفعت المحلية. عدد, عدد السلطة المحلية في هذه المسألة رفعت عدد من الرسائل تخاطب برنامج الغذاء العالمي وتخاطب مركز الملك سلمان وهو الداعم الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي إلى أن يضعوا حلول جادة وقدرية لهذه المشكله التي التي قامت بها او اختلقتها شريكها المحلي وهي منظمه بيرسي كور بتوقيف الاف الاسر اليمنيه في مدينه تعز المحاصره والتي تشهد صراع مسلحه منذ ثلاث سنوات لكن للاسف الشديد برنامج الغذاء العالمي لم يتجاوب في حل هذه الاشكاليه الى هذه اللحظه اضف الى ان مركز الملك سلمان وهو الداعم الرئيسي لهذه المنظمه لم يتدخل سواء لاغاثه هؤلاء السكان ونحن نرى نرى المساعدات الانسانيه التي قام بها مركز الملك سلمان او السعوديه تحديدا هذين الاسبوعين الماضيين الى كثير من المناطق اليمنيه ما عدا محافظه تعز التي غاب عنها الدعم، غابت عنها كل وسائل وسبل المساعدات الانسانيه وخصوصا للجوانب الصحيه ومرضى الغسيل الكلوي الذين يعانون من من توقف مركزين في مدينه تعز وهما المركزين الوحيدين اللذان يقومان بعلاج الاف من الامراض الفشل الكلوي نعم لكن كل هذه المناشدات التي تقدمت بها السلطه المحليه او الادارات هؤلاء المستشفيات لم تلقى اذانا صاغيه لا من لا من المنظمات الانسانيه ولا حتى من الحكومه اليمنيه ايضا هناك شكوى يعني انت ذكرتها ان هناك اعتداءات من قبل المسلحين على بعض اللجان التي تقوم بالتوزيع على ما يبدو هذه تظل في يعني ضمن السلطة المحلية واختصاص السلطة المحلية عليها طمأنت هذه المنظمات والقيام بإجراءات لحماية العاملين فيها لو عدنا إلى مسألة النازحين هل هناك تقديرات لأعدادهم حتى الآن هم في ازدياد دائم لكن هل هناك أرقام يمكن الاتكاء عليها؟ فعلا هناك أرقام رصدناها هنا في محافظة تعز هذه الأرقام بقدر ما هي مهولة لكنها لا تمثل الحجم الحقيقي والعدد الحقيقي لهؤلاء النازحين أو المهجرين في محافظة تعز فمثلا عدد المهجرين في محافظة تعز خلال عام واحد وهو العام <applause> 2017 بلغ 14743 فرد بإجمالي أو بعدد أسر 2028 أسرة أما عدد النازحين فقد بلغ في هذا العام أكثر من 11 ألف نسمة بما يقدر ب 1364 أسرة في, في عموم هذه المحافظة هذه الأسر أو هؤلاء الأفراد النازحون أي طبعا في محافظة تعز لوحدها أتكلم عن محافظة تعز لأن نستطيع هنا في محافظة تعز أن نجمع هذه الأرقام مع أنها ليست العدد الحقيقي وخصوصا النازحي أو مهجري مديريات دباب وموزع والوازعية والمقا هذه المديريات الأربع لم تستطع المنظمات الوصول إليها بشكل يلبي طموحات كل هؤلاء السكان في توثيق معناة. مآسيهم في توصيل احتياجاتهم كانت هذه المديريات بمنع عن كثير من المنظمات كثير من النشطاء وغيرهم وحتى المنظمات الانسانيه آه هذا العدد تركز تحديدا على مدينه تعز وعلى المديريات المحيطه بمحافظه تعز في مديريات المعافر وقبل حبشي والمسراخ والصبر وغيرها نعم من المديريات نعم وصلت 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 فكرهك سيد تعز ياسر شكرا جزيلا لك على هذه الايضاحات كنت معي من مدينه تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام النازحون في كل مكان وصلت إليه الحرب تم الرصد في أمان الله